اهلا بكل الاحباب في كل مكان، اتواصل معكم من خلال مساء جديد. شكرا طبعا للفنان سعد البنا وللمجموعه المصاحبه. طبعا هو الفضاء الواسع ملهم كثير جدا من الشعراء تحدثوا عن الفضاء من خلال الرمزيه طبعا المحبوبه. برحب بكم مره ثانيه، والحدث المهم جدا على المستوى طبعا الفلكي. انا ما عارف ده ندخل بسؤال انه يعني طيب عالميا معروف انه الاحداث دي قاعد تحصل يعني على مستوى العالم، يكون في انتباه وتركيز بالنسبه للاحداث دي. بيكون متوقع انه والله مثلا بعد 15 سنه او بعد 20 سنه ممكن يحصل مثلا حدث في السودان او في اي دوله ثانيه، ولا كيف يعني؟ ولا هو المفروض طوالي كل سنتين يكون في حدث يحصل؟ نعم، هو ده حدث نادر. لاحظ شوف الصدفه وين، هو الكلام ده حدث 2008. الدنيا كلها محتفله في 2009 بالعام الدولي للفلك. أهم حدث فلكي النيزة سقط في السودان على مدى العامين. السودان بدوره اليونسكو هي الأعلى زي ما قلنا، العام ده عام دول الفلك. السودان بدوره قام عمل لجنة ما بين وزارة التعليم العالي والتقانة، وقاموا عملوا ندوة كانت في شهر يونيو الفات عن إسهامات الحضارة العربية والإسلامية في عالم الفلك. بعدها في 17 و18 من الشهر 11 اجتمع المؤتمر لأول مرة الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك يجتمع بالخرطوم، ويعلن أنه عنده نية يعمل وكالة فضاء عربية. الإعلان جاء من الخرطوم، لكن اللذيذة كان يوم 17 و18 و19 دي كانت مباراة المصري والجزائر. طيب فقامت واحدة من المشاركات الأردنيات قالت المؤتمر أصبح على هامش الكورة بدل يكون العكس يعني. طيب زي ما الكورة عندها ناس ومعجبية اللي بيتابعوها، كمان علم الفلك هو من أدق العلوم لأنه بيهتم بالتفاصيل بالكسر من الثانية، وبيهتم بتفاصيل عالم هو محيط بينه ونحن بالنسبة لنا مجهول يعني. فحنرجع ونواصل كلامنا معكم بس بعد الفاصل الإعلاني، خليكم معنا. العام الدولي للفلك، احنا عاوزين نقول الانفجار اللي حصل للكويكب ده يعني خلى تكون في احداث مختلفه جدا ومتابعات بالنسبه للحدث ده. والحدث ده دكتور هو امر رسا يعني، والانفجار في حد ذاته يعني حدث كبير جدا، فبالتالي صداه يمكن كثير جدا من الدول المجاوره هي حست بانه في حاجه كبيره جدا جدا. فعاوزين نشوف انت عملت شنو عشان ما تضروا، لو في مخاطر تتعامل، ولو في يعني ابلاغ بالنسبه لسكان المناطق المختلفه دي انه في حادث حيحصل. نعم، شكرا جزيلا. بالنسبه للانفجار بتاع الكويكب ده، طبعا لانه تم على ارتفاع عالي شويه يعني 37 كيلومتر تقريبا، وهو زي ما قلنا كان ما من نوع المتماسك، فما كان متوقع انه يكون في يعني يكون في خطوره، لانه حتنزل كشظايا وصغيره يعني. ولحسن الحظ ان هي سقطت في صحراء يعني ما منطقه مأهولة بالسكان ولا كده، فما كان في خطوره من الناحيه دي. بالنسبه للمكونات بتاعته لما بدينا دراسات صراحه، والدراسه تمت هنا في جامعه الخرطوم كليه العلوم قسم الفيزياء، شارك فيها كل الاقسام، قسم الفيزياء قسم الكيمياء قسم الجيولوجيا، بالاضافه لبعض بعض الابحاث سوري أبحاث العلمية أو المعامل العلمية صراحة المتخصصة في المجال ده يعني، وطلعت بنتائج يعني حتى النتائج الأولية كانت مبهرة بالنسبة للناس وكانت كثيرة وغزيرة يعني، وده ما أدى بعد ذلك إنه يكون فكرة هنا من قسم الفيزياء إنه يتم عمل الورشة دي، ورشة عمل خاصة فقط بالنتائج بتاعت الكويكب يعني. النتائج تقريبا نقول انه هو طالما انه كان من النوع الغير متماسك، معظم الماده بتاعته هي ماده كربونيه ما فيها خطوره، لكن مع ذلك لما حضرنا الورشه لقينا انه في من امريكا ومن المانيا ومن كده ناس ادوا دراسات ثانيه، كان في بعض الاثار يمكن طفيفه مثلا للماس يكون موجود، كان في اثر ثاني لحاجه هي خلتهم مثلا هم وكده حطيت سؤال كبير جدا جدا انه في احماض امينيه توجدت فيه يعني، فدي بتدي في اتجاه ثاني الناس الملاحيه يعني. ونتوقع برضه انه العينات اللي حتجي دي ثاني برضه يتم دراسه، ممكن نلقى برضه معلومات اكثر من كده كثير شديد. طيب ده بالنسبه للناحيه العلميه زي ما ذكرنا. طيب الاهتمام ليه يعني الاهتمام كبير شديد بالكويكب ده ليه؟ في حاجه ثانيه بتهمنا احنا هنا كسكان لكوكب الارض، نقدر نقول انه زي الكويكب ده هو عدد الكويكب الصغير عندنا ده هو من الاحجام الصغيره هي،
بقدر قطره بحوالي 4 امتار ما اكثر من كده، الكتله بتاعتي زي 60 طن، وانفجاره في الارتفاع دي خلاه فوق معظم الكتله بتاعتي، لكن في كويكبات اكبر من كده كثير يعني واضخم من كده كثير يعني. وبتدي احداثه غادي يكون تاثيره بالنسبه غادي يكون في دمار كامل يعني صاحب الاسئله. طب نحن دكتور المسار مهم شديد في عمان، هو الموضوع ده موضوع كبير وعنده ابعاد مختلفه جدا. ان احنا عرفنا انه الان في وفد يعني من العلماء مشوا لحد الحقل اللي حدث هو الانفجار ده، وان شاء الله لما يجوا هنشوف الاحداث دي والتواصل والحي والسلطه ان شاء الله بنهايه، لانه الموضوع محتاج لجلسات طويله جدا جدا. اسراء. نعم. طيب ختاما نحن بنشكرك دكتور عمر ابراهيم رئيس قسم الفيزياء بجامعه الخرطوم، وكمان الباشمهندس عبد المنعم مصطفى الباحث والمحرر في مجال الفلك. بنقول انه اهم حدث فلكي حصل قبل في السنتين الماضيين غير الاحتفال باليوم العالمي للفلك هو انه سقط كويكب وبعدك لقى نيزك على حسب ما فهمنا منكم في السودان هنا، ولقى اهتمام متعاظم من قبل وكالات الانباء سواء كانت محليه او حتى عالميه، وان شاء الله القطعه اللي انتم جمعتوها منه تقدروا تستفيدوا منها في تجاربنا في علم الفلك والفيزياء هنا في السودان، وبالتالي نقدر نقول لكل العالم انه نحن عندنا هنا علماء بتاع الفيزياء وبتاع الفلك في السودان، هم عندهم المقدرات العالية جدا عن أنه يسيطروا على أي حاجة خارقة. نحن بنشكركم، وتحية الجمال لمصممة الأزياء خلود كبيرة أمجد. نعم، إذن ألف شكر لكم وتحية لكل الأحباب في كل مكان، والحلقة الجاية جيبوا لنا نموذج كده. نشوفكم دائما إن شاء الله على خير. لحن الختام مع الفنان الرائع طبعا الكبير دكتور عبد الكريم الكابلي.